وهذه القراءة هي قراءة نافعة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم تحتمل معنيين، أولهما تهويل عاقبة أصحاب الجحيم والعياذ بالله، كما إذا ذكر أمر مهول أمر عظيم سواء كانت عظمته في الخير أو في ضده يقال لا تسأل عنه، والمراد بذلك أن أحدا من الناس ليس بإمكانه أن يستوفي الخبر عنه، كما أن السامع ليس بإمكانه أيضا أن يستوفي سماع حقيقته، لأن حقيقته حقيقة هائلة. ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله سبحانه وتعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تتطلع إلى أحوال أصحاب الجحيم فترجو أن يبدلهم الله سبحانه وتعالى مما هم عليه إلى ما تدعوهم إليه، دعهم وشأنهم، أنت عليك أن تبلغهم الهدى ولا تسأل عن عاقبة أمرهم. وفي كل هذه القراءات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمين لقلبه بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وليس عليه أكثر مما عمل، في ذلك تطمين لقلب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا وقد درج كثير من علماء التفسير على الإتيان برواية باطلة وجعلها سببا لنزول هذه الآية الكريمة. هذه الرواية معضلة، أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم من غير اتصال سند، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل أبواي، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ورد ابن جرير نفسه هذا الرأي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم شأنا وأوفر عقلا من أن يسأل عن أبويه وهو يعلم أنهما ماتا على الكفر وأن عاقبة الكفر النار. وتابع ابن جرير على ذلك الفخر الرازي وغيره من المفسرين القدامى، وتابعه أو أشار إليه أي إلى هذا الرد بعض الإشارة الإمام محمد عبده كما هو في المنار. ولكن في هذا الكلام جرأة عظيمة، فمن لنا بأن نقطع بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، إذ لا يلزم أن يكون كل أهل الفترة كانوا على الكفر، فقد كان في الفترة ناس آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعبدوه حسب ما وصل إليهم من فهم العبادة التي تجب لله سبحانه وتعالى، وارتضوا عند المسلمين كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وقص بن ساعدة. وقد اشتهر أمر أولئك لأنهم كانوا يخالطون الناس، ولم يكن أمر أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان أمرهم. وأصحابنا رحمهم الله تعالى يتحرزون في ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة فيقولون إنهما لا تثبتان
إلا بنص صريح من القرآن الكريم أو بتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يرى هذا المتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحركان عندما يقول إن فلان من أهل السعادة أو فلان من أهل الشقاء أو فلان هو ولي لله تعالى أو فلان عدو لله سبحانه وتعالى أو فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، أو يصل التواتر القطعي إلى من يصل إليه بذلك. وبالغ الإمام ابن أبي نبهان في التحرز حتى قال إن التواتر لا يوجب ولاية الحقيقة ولا براءة الحقيقة، إلى هذا الحد. فكيف لنا أن نقطع بأن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر وأنهما من أهل النار والعياذ بالله من النار، مع أن سيرة أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتضح لنا كل الاتضاح، والنتف اليسيرة التي وصلت إلينا من سيرتهما تدل على أنهما كانا زكيي الفطرة سليمي السريرة. فقد روي أن والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب تعرضت له امرأة وهو في طفرة الفتوة وبين الجاهلية الغامرة التي كانت تغمر المجتمع، تعرضت له تطلب منه المواقعة فأبى من ذلك وقال لها أما الحرام فالممات دونه، أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم أرضه ودينه. ولو ثبت لنا بالقطع أن هذين البيتين قالهما عبد الله بن عبد المطلب لقلنا إن هذين البيتين أو إن هذا المنطق الذي يتجلى في هذين البيتين لم يصدر إلا عن ذكاء السريرة وسلامة الفطرة، وهما دليل على سلامة العقيدة في وسط ذلك المجتمع الجاهلي. يقول هذا القول أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم أرضه ودينه. وأم الرسول صلى الله عليه وسلم نقلت عنها كلمات فيها ومضات إيمانية، كالذي نقل عنها من جوابها لحليمة السعدية عندما جاءت برسول الله صلى الله عليه وسلم خائفة عليه صلوات الله وسلامه عليه بسبب ما وقع له من شق الصدر، فأجابتها أم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عناية الله ترعاه وأن الشيطان لن يخلص إليه. مع هذا كله يلزمنا الوقوف، يجب علينا أن نقف فلا نتعدى، فنقول في حق أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما من أهل النار. نحن لسنا حراسا على باب النار والعياذ بالله، ندخل فيها من نشاء ونبعد عنها من نشاء، إنما أمر الجنة وأمر النار إلى الله سبحانه وتعالى، والله يعلم سرائر عباده وطواياهم ويعلم خواتمهم. وقد اعتمد كثير من الذين قالوا بأن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار على حديث رواه الإمام البخاري، ولكن الحديث حديث آحادي، فكيف لنا أن نجزم اعتمادا على هذا الحديث الآحادي، مع أن العلماء يقولون إن الحديث الآحادي يوجب العمل ولا يثبت العلم، وهذه القضية قضية علمية
ليست قضية عملية، إنما هي قضية علمية. وإذا كان من شأن الإنسان الذي يحب أحدا ألا يلمز أبويه بسوء إلا بعد ثبوت السوء عنهما، فما لنا ولذمز أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا. وبجانب هذا هناك طائفة أيضا اندفعت وراء العاطفة، فقطعت بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. من هؤلاء من قطع بأنهما كانا مؤمنين، ومن هؤلاء من قطع بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما الله، أحياهما الله فآمنا به صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية، رواية إحياء أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية ضعيفة جدا، اتفق علماء الحديث على ضعفها، فلا يمكننا الاعتماد عليها، ولكن نكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إن السياق هذه الآيات يدل على أن الحديث في معرض تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يلاقيه من أهل الكتاب ومن مشرك العرب من أنواع التحديات. فما لي قضية أبوي نبي صلى الله عليه وسلم وإقحامها في هذا الموضع؟ السياق يدل على خلاف ذلك. فلأجل ذلك نرى أن التفسير الصحيح الذي يجب أن يعتمد عليه على قراءة من قرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم هو ما ذكرته من قبل. وأما هذا التفسير ولو اعتمده من اعتمده فإنه لا يعول عليه. وقضية أبوي نبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقاس على قضية أبي إبراهيم عليه السلام، لأن أبا إبراهيم عليه السلام دل النص القطعي من القرآن الكريم أنه عدو لله، وأن إبراهيم بعدما تبينت له عداوته لله تبرأ منه. فالنص القطعي صريح في شقاء أبي إبراهيم، ومن لنا بمثل هذا النص في أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلنكل أمرهما إلى الله سبحانه وتعالى.